لمحة سريعة عن الدراسة في جامعة القرآن العالمية. جامعة القرآن العالمية جامعة عالمية تطمح أن تكون رائدة في خدمة المجتمع في جميع التخصصات الشرعية والعربية. نظام التدريس عن بعد عبر قنوات التواصل الاجتماعي الواتس، التليجرام، الفيسبوك، اليوتيوب. يتوفر لدينا مرحلتان، مرحلة البكالوريوس في 3 سنوات مقسمة إلى 8 مستويات منهما فصلان صيفي، ومرحلة الماجستير في 2 سنين، السنة التمهيدية زائدا سنة التخصص. أقسام مرحلة البكالوريوس: قسم القراءات، قسم الدراسات الإسلامية، قسم الحديث الشريف. تخصصات مرحلة الماجستير للسنة الثانية: التفسير وعلومه، الحديث وعلومه، العقيدة، الفقه، أصول الفقه، الدعوة والثقافة الإسلامية. وأيضا تنقسم السنة الثانية للماجستير قسم التخصصات إلى قسمين، يختار الطالب إما أن يكمل السنة الثانية بالدراسة زائدا بحث تكميلي يسمى ببحث التخرج ولا تتم مناقشته، أو أن يكمل السنة الثانية للماجستير بالبحث بحث تخصص شامل زائدا يتم مناقشته. شروط التسجيل: شهادة الثانوية، شهادة السيرة والسلوك، أن يجيد اللغة العربية، شهادة الباكالوريوس لمن أراد الماجستير، حفظ القرآن الكريم حفظا متقنا لمن أراد قسم القراءات. يبدأ التسجيل في منتصف شوال وفي أول جماد الأولى في كل عام، ويتم إعلان التسجيل عبر الفيسبوك، الواتس، اليوتيوب. ويشرفنا وجودك معنا.